اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا والله بجد عندي سؤال. هو في يعني هو مش سؤال، هو انا عايز يعني لو سمح ليا يعني اقول للرئيس، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا فندم هو مين يا فندم اللي عاوز يجرب مصر يا فندم؟ هو مين يقدر يجرب مصر يا فندم؟ حضرتك سيدي العارفين، حضرتك ادرى مننا، ويمكن في برنامجنا ده، ويمكن في اكثر من موضع في برنامجنا ده، يمكن الرئيس تفضل علينا بشرف المكالمه الهاتفيه 3 مرات. واتذكر انه في مره من المرات كنا بنتكلم في يعني في موضوع ما، دي المره اللي الرئيس تفضل علينا ايضا بساعه و18 دقيقه من وقته، واللي أنا تشرفت جدا بأن أنا فضلت واقف الساعة و18 دقيقة، لأن أنا اتعلمت كده الحقيقة. أنا اتعلمت أحترم الكبير واحترم المقام، أنا اتعلمت كده، وأعتقد أن أنا أمي أحسنت تربيتي في ذلك. أنا بس بقول الكلام ده بالمناسبة يعني. المهم فالرئيس ما مش كان بيقول إيه، فبقول له عارف يا فندم؟ قال لي لا ما تعرفش، لا ما تعرفش، أنا اللي عارف، أنا اللي عارف بتاعة فخامة الرئيس، أنا اللي عارف، لأنه الرئيس كان في مواقع قيادية كثيرة طوال مسيرته المهنية. أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه كان رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية. أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه كان وزير دفاع أقوى جيش في المنطقة، الجيش رقم 10 أو 9 على مستوى العالم. أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هي أكبر جيش في المنطقة ورقم 10 أو 9 على حسب التصنيفات على مستوى العالم. الرئيس عارف كويس حجم مصر. فالرئيس لما يقول محدش يجرب مصر، يبقى محدش يجرب مصر. نتمنى إنه كل من يستمع لهذه الجملة بالتحديد يستوعب جيدا مصر يعني إيه؟ جيش مصر يعني إيه؟ تصريحات رئيس جمهوريتها وقائدها أو القائد الأعلى لقواتها المسلحة ماذا تعني؟ الرئيس لما يقول إنه مصر أبدا ما بتسمحش، ما معناه؟ وهنسمعكم كلام الرئيس نصا يعني. مصر ما بتسمحش بأي شكل من أشكال الاعتداء على أشقائها. طيب ده معناه انه في بعض الناس لسه مش مستوعبه كلمه مسافه السكه. مسافه السكه كانت لكل اشقائنا، اشقائنا العرب واشقائنا الافارقه، فما بالك بمثلا الصومال، شقيقه عربيه، شقيقه افريقيه، وبنتكلم على بلد لديه تاريخ طويل جدا 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 من العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية لو صح هذا المصطلح مع مصر، من أيام ما كانت الصومال اسمها بلاد بونت ومصر اسمها خمت أو كمت، طبعا أيام الملكة المصرية العظيمة والمبهرة بالمناسبة حتشبسوت. فلازم هنا تقعد تفكر في ازاي الرئيس قال كده، او تحديدا قال كده ليه، وهذا الكلام يذهب لمين. يا جماعه مسافه السكه بتاعت مصر حصلت قبل كده اكتر من مره، وحتى لا اطيل عليك اكتر مما ينبغي، وحتى لا اتحدث في امور لا يجب علينا الحديث فيها كثيرا، لا هي مصر ما عملتش بس مسافه السكه لما راحت علشان تضرب تمركزات داعش في ليبيا، ومصر ما كانتش بس مسافة السكة بتاعتها هي الخط الأحمر سرت والجفرة، لا ده مصر مسافة السكة بتاعتها كانت مرة واثنين وثلاثة، ومش بس في ليبيا. مسافة السكة في مصر كانت على امتداد المنطقة العربية، وحافظت على أمن واستقرار وسيادة الدول، وحافظت على أمن واستقرار أنظمة عربية قائمة حتى الآن بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل مصر نمرة 2، وبفضل تعهد رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى لقواتها المسلحة اللي خد على نفسه عهد يقول فيه مسافة السكة. خلينا نسمع تصريح الرئيس النهاردة نصا، وهنرجع نكمل الكلام. التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية،
وانا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال، انا رسالتي هنا للاسيوبيين، ان يعني النهارده انك انت تحصل على تسهيلات مع الاشقاء في الصومال او في جيبوتي او في اريتريا امر متاح بالوسائل التقليديه، انك انت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصه انك انت تستفيد من المواني اللي موجوده في الدول دي، امر ما حدش ابدا يرفضه، ولكن محاوله انك انت تقفز على اي ارض من الاراضي عشان تبقى الاراضي دي يتم السيطره عليها بشكل او باخر زي الاتفاق اللي هو مع ارض الصومال، طبعا ما فيش حد هيوافق على كده. بالمناسبه انا عايز اقول لينا كلنا ان الصومال دوله عربيه في الجامعه العربيه، ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعه في الدفاع المشترك عن اي تهديد لها، واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجه، احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمه، احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال، وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها، خاصه لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين معاهم. احنا مش ما بنغيش ابدا غير البناء، البناء والتنميه والتعمير. طيب شوف بقى في الجزء ده بالتحديد، فخامه الرئيس بدا كلامه بالحديث المنطقي جدا على الاتفاقات، واهلا وسهلا، وقال تحديدا ووجه كلامه بشكل مباشر، قال انا بأخاطب اثيوبيا انه ما فيش اي مشكله خالص في انكم تعملوا الاتفاقات بالطرق التقليديه سواء اذا كان مع الصومال او جيبوتي او اريتريا، وانه ما فيش اي مانع على الاطلاق من انكم تعملوا اتفاقات علشان تقدروا تحصلوا على حقوق في استغلال بعض المواني في الدول الثلاثه طالما انها بالطريقه التقليديه، لكن مساله القفز والذهاب على عقد اتفاق مع اقليم به مجموعه منشقه تحديدا، طبعا فخامه الرئيس ما قالش التفصيلة دي، لكن قال هتذهب إلى أرض الصومال عشان تعمل اتفاق بعيدا عن الحكومة الإثيوبية، فده أمر مرفوض. إحنا مش ضد التنمية خالص، ده كلام الرئيس. وخد بالك بعد كده الرئيس استطرد في كلامه وقال إيه، قال لكن إحنا كمان لن نسمح بأي اعتداء أو تعدي أو تهديد للصومال، لن نسمح، لن نسمح دي اللي هي إحنا بقى هنا مصر. وقال خلينا ما ننساش الصومال دولة عضوة في جامعة الدول العربية وليها حقوق في ميثاق الجامعة واتفاق الدفاع المشترك، خصوصا انها طلبت. إذن من ذا الذي يغامر بكل مقدراته في مواجهة مصر؟ ده بجد مين اللي مستعد يغامر بقدرة مصر؟ ومصر أذرعها طويلة جدا تروح وترجع عادي. مصر دولة تحترم الاتفاقات والتعهدات الدولية، مصر دولة قوية جدا، وأنا هنا مش بكلمك بس على القوة العسكرية المصرية، أنا بكلمك على معايير القوة الشاملة في مصر. بصوا يا سادة الكرام وخدها مني كلمة، إذا ظن البعض أن الوضع الاقتصادي أضعف من الحالة المصرية فهو واهم، لأن مصر فأضعف حالتها قوية جدا. أزيدك من الشعر بيت، مصر في أضعف حالتها أقوى دولة في المنطقة على كل الأصعدة، على كل الأصعدة. طيب أخدك على النقطة الأخيرة، مصر لا تحب الحرب، مصر دولة غير معتدية، مصر لا تتدخل في شؤون الدول، بس مصر أبدا لا تتوانى ولا تتراجع ولا تدير ظهرها لمن يطلب العون. معايا على التليفون سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سعادة السفير، يعني كيف رأيت لقاء
فخامة الرئيس السيسي النهاردة مع الرئيس الصومالي، وأيضا تصريحات فخامة الرئيس السيسي. أعتقد أن تصريحات الرئيس السيسي واستجابته لطلب رئيس الصومال يجب أن نعود إلى الوراء لعدة أسابيع، عندما نشبت المشكلة بين الصومال وأثيوبيا بسبب إقدام أثيوبيا على التعاقد مع دويلة اسمها دويلة أرض الصومال التي وأعلنت انفصالها عن الجمهورية الصومالية. أول اتصال لرئيس جمهورية الصومال كان مع الرئيس السيسي، ده من بعد أول يناير عندما عقد مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال. الرئيس الصومالي تلبى دعوة الرئيس السيسي اليوم للحضور لمزيد من التشاور حول ما يمكن أن تقوم به دولتان لمعالجة هذا الوضع الشائك. كما ذكرت حضرتك فإن الرئيس السيسي، وأعتقد أن دي سياسة مصر الخارجية، هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، سواء دولة عربية أو دولة أفريقية أو حتى دولة أوروبية. يعني مصر من هدفها السلام، ولا كما ذكرت حضرتك لا تريد أن تدخل في أي حرب مع أي دولة أخرى، يعني تهتم بالتنمية والاقتصاد بصفة خاصة. العلاقات المصرية الصومالية كما ذكرتم ترجع إلى يعني عود قديمة جدا منذ الملكة حتشبسوت التي أقامت علاقات مع الأرض الصومالية اسمها أرض بونت، مملكة بونت. كان في الصومال كان هناك استعمارين، استعمار بريطاني واستعمار إيطالي. فعند قبل حصولهما على الاستقلال مصر قدمت مساعدات ملموسة لكلا المنطقتين الواقعتين تحت هذين الاستعمارين، وحثتهما على أن يتحدا في دولة واحدة هي جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تتعامل معها مصر منذ ذلك الوقت في مساعدات اقتصادية عندما تحدث فيها كوارث فيضان. لدينا أكبر بعثة من الطلبة الصوماليين يدرسون في الأزهر الشريف. بمناسبة الأزهر الشريف، الأزهر الشريف كان له بعد الاستقلال الصوماليلاند التي قام أبي أحمد بعقد اتفاق معها، كان لدينا بعثة من الأزهر الشريف كما أتذكر، وأعتقد أن أنتم نميت مبعوث أزهري بعد استقلال الأرض الصومال عن الاستعمار البريطاني. بعد ذلك يعني الصومال دخل في حرب مع أثيوبيا، يعني نصف، لأن أثيوبيا لا زالت تحتل إقليم الأوجادين الصومالي. أرجو من كل شخص أن ينظر إلى الخريطة التي تبين موقع الصومال الحالي مع موقع أثيوبيا، يجد أن الأوجادين الصومالي الذي استولت عليه بمثابة الخنجر في ظهر الجمهورية الفيدرالية الصومالية. يعني ما علينا، منذ ظهرت هذه المشكلة، أولا لا توجد أي دولة تعترف ب ما يسمى بجمهورية أرض الصومال. صحيح. أبي أحمد وعد أرض الصومال أنه سينظر في أمر الاعتراف بها في المستقبل، يعني لم يتعهد بأنه يعترف بها، وحيعطيهم جزء من شركة الطيران الأثيوبية كتعويض عن أعطائهم قاعدة مكان لقاعدة بحرية وسيطرة على عدد من الشواطئ في جمهورية أرض الصومال. الولايات المتحدة اعترض، الاتحاد الأوروبي اعترض، الجامعة العربية، أولا الجامعة العربية مصر
هي التي سعت إلى ضم الصومال وجيبوتي وجزر القمر لكي يكونوا أعضاء في جماعة الدول العربية، بالرغم من تحفظ البعض على أساس أن هذه الدول ليست دول عربية، ولكن مصر أقنعت هذه الدول برفع هذه التحفظات على أساس أن اللغة العربية والديانة الإسلامية هي اللغة الشائدة في هذه الدول. طيب سيد سفير، هل تعتقد انه اثيوبيا او ابي احمد من الوارد انه يقوم بعمل عسكري تجاه الصومال، او انه يقوم بعمل ما استفزازي للحكومة الصومالية؟ هذا وارد، لان الجيش الاثيوبي لديه عدد كبير من الجيش الاثيوبي داخل الصومال كجزء من الاتحاد الأفريقي، لديه قوة أفريقية لحفظ السلام داخل إثيوبيا داخل الصومال. لكن ده لا يعطي حق التحرك داخل الصومال بعيدا عن القوة الأفريقية. بالضبط كده، لكن عند الضرورة التي تراها إثيوبيا أنها ضرورية بالنسبة لها ممكن أن تستغل هذه القوة لعملية تدخل في الشؤون الداخلية لأرض الصومال كما فعلت في الوقت الحالي. في الحالي مذكرة التفاهم، يعني إذا توجد دولة في العالم تعقد مثلا اتفاق مثلا مع محافظة داخل مصر بدون موافقة الحكومة المصرية، استحالة طبعا. هذا ما فعله. بالمناسبة ممكن أن تقوم إحدى الدول العربية أو إحدى الدول الأجنبية بعقد اتفاقية. الأثيوبيا لديها حالات تفكك شديدة في التجراي والأمهرة والأورومو، فما بالك لو أقدمت دولة على عقد اتفاقية مع الأورومو الذين يشكلون الغالبية السكان داخل أثيوبيا. ستقوم سائرة أثيوبيا على أساس أن أنت تتدخل بشؤونهم الداخلية، ودي من وراء ظهر الحكومة الأثيوبية، ويجب إدانة هذا الموضوع. فيجب على الحكومة الأثيوبية أن تتروى في هذا الموضوع، وكل الدول التي لم تؤيد هذه الحركة طلبت منها التروي، وكلها أيدت الاستقلال ووحدة أراضي الجمهورية الصومالية. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. نصيحة حقيقية يعني خالصة ومخلصة من قلبي، والله ما بهزر. عارفين احنا كده كان المسلسل بتاع احمد العوضي، كان مسلسل لطيف جدا اللي هو بتاع وحش الكون، بس بحاول اللي كان اسمه اللي مالوش كبير، صح؟ افتكر انا بحفظش اسامي المسلسلات، بس احمد العوضي كان عنده افيه لطيف جدا، كان يقول لك ابلع ريقك كده يا وحش الكون. اهي دي نفس المسألة يا جماعة، محدش يحاول يجرب مصر تحت أي ظرف من الظروف، محدش بالمعنى الحرفي والكامل والواقعي والدقيق للكلمة، أنا مش بتكلم على مش بس محدش في الجنوب، لا جنوب ولا شمال ولا شرق ولا غرب. أي حد هيخون ذكائه وهياخد فعل أو رد فعل فيه من التهور ولو قليلا، أنا أدعوه يبلع ريقه. ابلع ريقك واحدة واحدة، نفس عميق، عد لحد 10، لأنك لو ما عدتش لحد 10 قبل ما توصل لرقم 5، فاصل ونكمل الكلام. زملائي ما بيحبونيش اطلع بالنضاره ليه مش عارف، بس انا محتاج النضاره يا شباب، مش كده؟ بس محتاج النضاره عطيه في حاجه، علشان انا مش عاوز اطلع بره برضو خالص مباشره كده حول موضوع لقاء النهارده. يعني ليه بقى؟ هقول لك انا. يعني النهارده الرئيس استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. انا عايزك تاخد بالك من حاجه اذا سمحت لي. رئيس الجمهوريه عندما تحدث، فرئيس الجمهورية لو صح اللي أنا بقوله لك يعني أو تصوري، بس ده الملاحظ، استخدم طريقة التدرج في التصريح. يعني إيه التدرج في التصريح؟ أقول لك. بص يا سيدي، تعال ناخدها واحدة واحدة. الأول
الرئيس بيهنئ الصومال. احنا هنا بنتكلم على شكل بروتوكولي طبيعي، يهنئ الصومال على نجاحه في مكافحة الإرهاب وشطب الديون التي تثقل كاهله ورفع الحظر المفروض عليه منذ عام 1991 بشأن توريد المعدات والأسلحة. طيب، يعني احنا بدأنا الأول بالمسألة البروتوكولية ألا وهي التهنئة، وبعدين الرئيس أشار إلى أنه تم شطب الديون، إذن الصومال يستعيد عافيته بأمر الله. وتم رفع الحظر اللي مفروض عليه من سنة 91 بشأن توريد الأسلحة والذخائر وما إلى ذلك والمعدات العسكرية. ده معناها إنه الجيش الصومالي يبدأ في استعادة عافيته ولياقته العسكرية كما يجب. انت خدت بالك بدأنا بإيه؟ بروتوكول التهنئة، وبعدين الصومالي يبدأ في عملية استعادة عافيته الاقتصادية، خلاص اتشطبت الديون، ويبدأ بقى ايه يشتغل زي ما قلنا كده فريش. مش بس كده، لا، والجيش كمان الصومالي ده مما لا شك فيه من الحظر توريد الأسلحة والمعدات والذخائر معناه ايه. طيب تعالى كده، دي ايه أول نقطة. طيب تاني نقطة، التدرج فيما يتعلق بموقف مصر. مصر كان لها موقف واضح تم تسجيله، وصدر بيان عن وزارة الخارجية برفض الاتفاق بين أرض الصومال اللي هي شوماليا لاند ومصر. يبقى بداية التدريج إن احنا موقفنا شديد الوضوح، والبيان صدر من الخارجية، وأنا هو رئيس جمهورية مصر العربية بقول لك الاتفاق مرفوض. ثم يستكمل الرئيس في حديثه ونقدر نحط عنوان: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولا لأي أحد. لأي أي أحد تفيد العمومية. طب تفيد العمومية ليه يا يوسف؟ لأنه في النهاية مفيش دولة اسمها صوماليا لاند، مفيش حد معترف بحاجة اسمها صوماليا لاند، وبالتالي هذا أمر غير مقبول من أي حد، وبالتأكيد غير مقبول مننا، وإحنا لدينا بيان صادر بده، وأنا هو رئيس الجمهورية بقول لكم الكلام ده تاني، مش بس عن بيان الخارجية. طيب لكي تحصل، خد بالك بقى، لكي تحصل إثيوبيا على تسهيلات من الصومال وجيبوتي وإريتريا، فيجب أن تكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من الموانئ، وهذا أمر لا يرفضه أحد. يبقى مصر هنا بتحدد وبتقر وبتثبت موقف. إيه هو؟ إحنا مش ضد مصالح الدول، ولا ضد التنمية فيها، ولا ضد أن الناس تعمل اتفاقات اقتصادية واستثمارية إلى آخره، طالما إنها بالطرق التقليدية المتعارف عليها كما تقرها القوانين الدولية والقوانين والاتفاقات والتعهدات الاقتصادية كما هو متعارف عليه ما بين أي حد. يبقى التحديد مصر مش ضد مصلحة أي حد. ليه؟ لأنه طبعا في بعضهم ممكن يطلع يعيط، هو أنتوا واقفين ضدنا؟ هو أنتوا مش عاوزيننا نشتغل؟ هو أنتوا مش عاوزيننا ننمو؟ ما هو قالوا كده برضو على السؤال، أنتوا واقفين ضدنا. فنقول لهم يا حبايبي أنا مش واقف ضدك، أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا عايزك تعمل صناعة وتنمية وتوفر طاقة وتشتغل وتعمل يعني ما لا يعمل، يا رب تبقى أقوى اقتصاد في الوجود، ما يضرنيش بالعكس يفيدني. فيبقى هنا مصر هنا إيه؟ حددت موقف بوضوح وجلاء على لسان مين؟ رئيس جمهوريتها. إحنا مش ضد الاستفادة، وهذا أمر لا يرفضه أحد، لا احنا ولا غيرنا في العموم. طيب شوف بقى، هنا بقى التدرج، رحنا داخلين على المرحلة اللي بعدها. نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال والمساس بوحدة أراضيه، يعني محدش يحاول يهدد الصومال، مصر رفضة من دلوقتي عشان لو حصل حاجة بعد كده محدش يلوم، أنا رافض من دلوقتي. ده برضو تحديد موقف ورسم مسار، ده التدرج، أنا برسم المسار، مصر بترسم مسار واضح أهو، شوف أنا ماشي فين، أنا ماشي أهو. طيب مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، فيبقى تأكيد على أنه ما هو شيء آخر، ده اللي هو إيه، اللي هو العافية. يبقى مصر بتقول إيه في مسارها؟ أنا بلد داعم للهدوء والاستقرار والسلام وتصفير المشاكل، ولا أريد أي احتقان على الإطلاق ما بين أي دولة وأي دولة أخرى، أنا بلد طول الوقت
داعم لمسارات التنمية، داعم لمسارات تقليدية طبقا للقوانين والتعهدات الدولية، أنا داعم طول الوقت للسلام. لا أحد لا أحد يوافق على محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليه. ما تحاولش تتدخل في شؤون دولة، ما تحاولش تهدد سيادة دولة، ما تحاولش تخش تحتل دولة، ما تحاولش تخلق موقف بناء على إنه أمر واقع بأنك أنت تروح وتروح حاطط إيدك على حتة وتقول أصل أنا عامل اتفاق. طب عامل اتفاق مع مين؟ أنت عامل اتفاق مع إقليم جوه دولة. الاتفاقات يا مع الدول يا ما فيش. كل ده زي ما بقول لك كده في إطار الإيه؟ في إطار التدرجات. أصل أنا كاتبه. أه والله. طيب. بعد كده بيكمل الرئيس في هذا التدرج. الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها. طب الله، ده أنا عندي فعلا اتفاق الدفاع المشترك بتاع جامعة الدول العربية على أن تطلب الدولة التدخل. طلبت التدخل من مجموعة الدول العربية أو من كلها أو من واحدة منها، دولة طلبت مساعدة دولة، دولة ألف طلبت مساعدة الدولة ب، الدولة ب بقى هنا هتتدخل مش هتتدخل؟ هيبان. طب ولو الدولة ب مستعدة للتدخل يبقى خلاص تمام. طيب تعالى حاضر يا يونس، عشان يونس بيستعجلني. طيب بعد كده نقول ايه بقى؟ لا سيما، شوف بقى هنا ايه دولة، لا سيما اذا طلبوا منا الوقوف معهم. الله، لانه هنا الرئيس قال ايه؟ لا نسمح بتهديد اشقائنا، لا نسمح. مسألة تهديد الاشقاء مسألة مرفوضة بالكلية في العقيدة المصرية، مش موجود التهديد للاشقاء، خصوصا لا سيما اذا طلبوا منا الوقوف معهم. وأكم من دول الحقيقة طلبت مننا ان احنا نقف معاهم وننجدهم ونجدناهم. وبالمناسبة مش من زمان بس، وخلال العشر سنين اللي فاتوا دول، ودول كتير، ليست دولة ولا اثنتان ولا ثلاثة، أكتر من أربعة. طيب هنا تشوف بقى إيه آخر حاجة قالها الرئيس إيه؟ نتعاون. هنا بقى وصل إلى كل التدرج، وصل لحد قمة التدرج، وبعدين بيأكد على الموقف المصري. نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار. احنا مستعدين للتعاون، مستعدين للتحاور، مش عاوزين اي تهديدات، ومش عاوزين مساس لا بامن ولا باستقرار حد. شوف انا وصلتك لحد فين، وبعد كده ثبتت اهو، وبقول لك واحنا مستعدين طول الوقت للحوار. نفس المساله هتلاقيها عند، معلش دي لي دقيقه واحده، صدقني هي دقيقه، دقيقه ونص بالكتير، هتلاقيها عند الرئيس الصومالي سيد حسن شيخ محمود. بيقول إيه الرئيس الصومالي؟ أكدت للرئيس السيسي الرغبة القوية في تعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية بين القاهرة ومقديشو. رائع. يبقى أدي الكلام، روابط واستقرار وعلاقات متينة ما بين الدولتين العربيتين الإفريقيتين الشقيقتين. نؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية. يبقى هنا الرئيس الصومالي بيقول للمجتمع الدولي، يا جماعة اتكلموا مع الإخواننا الإثيوبيين دول، احترام القانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، احنا دولة لن نسمح. ده آخر كلام قاله الرئيس الصومالي، لن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا بما فيها، بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر. وده طبيعي، رئيس دولة يتحدث عن سيادة دولته وحريتها واستقلالها ووحدة أراضيها. وستقف الصومال قطعا بمنتهى الحزم والشدة في أي أو تجاه أي محاولة للمساس بالأمن أو الاستقرار أو سيادة الأراضي، وحدة الأراضي الصومالية أو سيادة الدولة عليها. مهم جدا، معلش اعذروني يا جماعة،
كان لازم الكلام ده يبقى واضح قدام حضرتك بهذا التفسير أو بهذا الشرح، وهو اجتهاد. أصاب يوسف أو أخطأ، حضرتك عندك بروسيسور عظيم خلقة ربنا اسمه مخك، قيس الكلام ووزنه براحتك. تعال أخدك على موضوع آخر، أنا عايز أعرف إيه قصة شاومينج؟ حقيقي مش هزار، إيه قصة شاومينج؟ شاومينج اللي كل شوية نعمل كده نعمل كده، نلاقيهم طالعين يحطوا على صفحات وتليجرام ومش عارف إيه امتحانات، امتحانات شوية يقعدوا يزعجونا ويقرفونا في قصة الثانوية العامة نقفلها عليهم، يطلعوا لنا بامتحانات الإعدادية. أنا مش قادر أفهم إيه قصة شاومينج، مين اللي ورا شاومينج، مين اللي بيشتغل على شاومينج، طب بيجيبوا الحاجات دي منين؟ ده مهم جدا. طيب معايا على التليفون الصديق والزميل العزيز جدا 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 الأستاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك للساده المشاهدين. تحياتنا ليك ومنورنا دايما. ايه قصه شاومينج دي يا شادي؟ والله يا استاذ يوسف، هو الحقيقه يعني طبعا خليني بس ابدا معاك بشرح مبسط كده، ان الاجراءات المتعلقه بتامين الامتحانات وخاصه طبعا اي امتحانات في اي مرحله ايا كانت، سواء امتحانات النقل او امتحانات الشهادات العامه زي الاعداديه او الثانويه او غيرها. الاجراءات المتعلقه بيها في تامينها حتى وصولها للجنه الامتحان هي اجراءات مشدده جدا وليها طبيعه خاصه وطبيعه معينه، واي حاجه ثانيه تتعلق بفكره ان ممكن يحدث تسريب الامتحان او غيره هو امر غير منطقي ولم يحدث على الاطلاق. انا باكد لك المعلومه دي قولا واحدا. ولكن بشرح بسيط كده، طبعا في اجراءات متخذه ومتبعه لمكافحه الغش بكافه اشكاله في اللجان الامتحانيه. ولكن ممكن يحدث في بعض الاحيان ان يكون طالب مثلا معاه هاتف محمول قدر ان هو يدخل بيه باي شكل ملتوي او اي شكل يعني فيه نوع من الخدع او حاجه داخل اللجنه الامتحانيه، وبالتالي هو بيطلع التليفون بيصور الورقه الامتحانيه او حاجه وتبتدي تنزل ما ينزلها مثلا على اي تطبيق خاص بتطبيقات التواصل الاجتماعي. مجرد ما الصوره دي بتنزل طبعا بيتم استغلالها بشكل يعني بشكل طبعا خاطئ يعني على الجروبات التواصل الاجتماعي او غيره او على التطبيقات المختلفه، ولكن في الحاله دي احنا بنسميها تداول. وطبعا الطالب اللي بيعمل كده بيتم طبعا اتخاذ كل الاجراءات ضده، بيتم عمل محضر طبعا اثبات حاله على طول الغش، وممكن تصل يعني يصل الامر لحرمانه من الامتحانات لمده عامين. فوفقا طبعا للوضع اللي هو اللي حصل داخل اللجنه الامتحانيه. طيب ده على الناحيه المتعلقه بالاجراءات، ولكن على الناحيه الثانيه احنا حاليا بنواجه تكنولوجيا متطوره جدا، يعني مجموعه من المميزات موجوده في التطبيقات الخاصه بالتواصل الاجتماعي وخاصه التطبيقات اللي بيتم عليها تداول الاوراق او حاجه متعلقه دي مثلا حتى امتحانات مفبركة، بيبقى فيها إمكانية إن هو ممكن مثلا طالب يكون خلص الامتحان في نص المدة وخرج، فبيتم تعديل التوقيت ويتم تعديل الصورة على الجروب الخاص مثلا سواء بتطبيق تليجرام أو غيره. فبالتالي طبعا الصورة بتنعكس إن ممكن يكون إيه إن الامتحان ده خرج في توقيت آخر غير التوقيت طبعا اللي هو اللي بعد بداية اللجنة، وبيتم الترويج ده للأمر ده بشكل ما. ولكن أنا خليني أكد لك بس بشكل واضح، مفيش حاجة اسمها تسريب تماما للامتحانات، الإجراءات قوية جدا وأنا بأكد ده يعني قولا واحدا، ولكن ما قد يحدث هو تداول نتيجة غش إلكتروني، وبيتم اتخاذ كل الاجراءات المتعلقه بمكافحه الغش الالكتروني واتخاذ الاجراءات المناسبه مع الطلاب اللي بيتم ضبط هاتف محمول معهم داخل اللجنه الامتحانيه. طب انا عندي سؤال، هل اصلا مسموح للاولاد ان هم يخشوا بالتليفون؟ لا. حلو. لا طبعا. طب هل احنا بناخد اجراءات مشدده جدا في مساله انه العيال ما تخشش بالتليفونات جوه اللجنه؟ طبعا بيتم اتخاذ اجراءات كثيره جدا.
عشان خاطر نضمن انضباط سير العمليه الامتحانيه داخل اللجان. ولكن ممكن بعض الاحيان يعني ان الطالب يكون مثلا قام مثلا هو خبى الهاتف او حاجه في مكان ما او حاجه، فبالتالي يعني مثلا خباه بشكل معين او قدر ان هو يدخله بشكل ما. ولكن طبعا في النهايه بيبقى في مراقبين وفي ملاحظين، ولو في حاله ان هو مجرد مخرجه الهاتف او حاجه بيتم ضبطه واتخاذ كل الاجراءات على طول المتعلقه بالغش سواء الالكتروني. طيب، او الغش الحاجة. هل تم ضبط الطالب او الطلبه اللي سربوا الامتحان ده؟ يعني هل احنا ضبطنا حد صور الامتحان وبيبعت طبعا يعني احنا عارفين مين اللي عمل كده؟ محاوله غش الكتروني، اي طالب قام محاوله غش الكتروني تم ضبطه على يعني فور الواقعه على طول. لا انا يعني بتكلم في الواقعه دي يا شادي، خليني اكدها لك يا يوسف بشكل واضح وصريح. اه الطلاب اللي بيقوموا او بيحاولوا القيام بالغش الالكتروني داخل اللجان بيتم ضبطهم على الفور واتخاذ كل الاجراءات المناسبه معاه. طيب الواقعه دي تحديدا دي هل اتظبط العيال اللي عملوا كده؟ يعني انتوا عارفين اساميهم؟ انا مش هقول لك حتى قول لي اساميهم حتى لا اشهر باسماء، ودي عيال صغيره يعني، لكن في النهايه هل تم ضبط الولاد اللي عملوا الواقعه دي بالتحديد؟ وانا بس خليني اوضح لك نقطه مهمه. النقطه هي ان كل طبعا امتحان الشهاده الاعداديه على مستوى المديريات التعليميه. يعني كل مديريه ليها امتحان خاص بيها وليها غرفه عملياتها وليها قياسها وليها احصائياتها وليها كل الاجراءات اللي بتتخذها بشكل منفصل عن المديريات الاخرى. وبالنسبه للامتحانات الاولى وثانيه ثانوي على مستوى الادارات التعليميه، وبالتالي هي المديريه بتشرف عليها، ولكن كل اداره امتحانها مختلف عن الادارات الثانيه. فطبعا يعني ما فيش احصائيه طبعا يعني قدامي حاليا بالعدد او كده، ولكن طبعا كل مديريه مسؤوله عن اتخاذ الاجراءات ضد اي طالب بيقوم بمحاوله الغش الالكتروني وبيتم ضبطه طبعا. ماشي انا معاك برضو، بس شادي انا اشكرك جدا 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 على المداخله وعلى الشرح والاستفاضه في مساله الاجراءات. كل الشكر للزميل والصديق العزيز استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. طيب تاني يا جماعه يا كرام، احنا كده عندنا مشكله عشان نبقى منطقيين وواضحين وما نجملش الامور. الاجراءات بتاعه التفتيش او هسميها التاكيد على ان الطلبه مش بيصطحبوا تليفوناتهم المحموله وهم داخل اللجان، واضح ان الاجراءات مش مشدده او مش دقيقه، يعني نسميها زي ما نسميها. وانا ما اقدرش اقول انه هذا يقع على مسؤوليه الوزير مباشره، لان الوزير مش هيمشي يلف على كل المدارس اللي بتجرى فيها امتحانات الشهاده الاعداديه لاجل ان يفتش الطلبه بنفسه. وبالمناسبه ده مش بيقع تحت المسؤوليه السياسيه للوزير عن حدث ما. تاني، الشكل ده زي ما وصفه شادي كده من تداول ورقة امتحان عن طريق التصوير ونتبعت على تليجرام ولا تتحط على فيسبوك، الشكل ده ما فيهوش مسؤولية سياسية على الوزير ايا كان الوزير اسمه ايه او في انهي وزارة. يعني الشكل ده لا، المسؤولية السياسية تقع لو حصل حالات غش جماعي واسعة النطاق في عموم الجمهورية مثلا. المسؤولية السياسية هنا تقع على الوزير في حال انه يبقى الورقة بتاعت الامتحان اتسربت قبل انعقاد لجان الامتحان، فهنا نقول اه ده كده في مسؤولية سياسية ما على الوزير الى اخره. ففي الحالة دي مش مسؤولية الوزير، دي مسألة متعلقة بتشديد وتدقيق اجراءات بتاعت اتأكد ان العيال ما دخلوش بالتليفونات. ولا أريد أن أنا يعني أستزيد في الكلام أو أزود في الكلام أن أنا أقول لك أنه استحالة، شوف استحالة طالب هيخش بالتليفون كده. في حد فوت تاني، في حد فوت غض الطرف بص بعيد. طيب الولاد اللي بيعملوا كده او الطلبه اللي بيعملوا كده بيتظبطوا؟ اه ماشي يتظبطوا.
وهيتخذ ضده إجراءات مشددة جدا فيها تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة سنتين. ماشي، هيحصل كل ده، ده احنا مش مختلفين عليه. أنا بتكلم على إنه، وهنا لازم نفرق ما بين حاجتين، هل هي ظاهرة عامة ولا لأ؟ ولا هي حالات؟ يعني خلي بالك امتحانات الاعداديه ما هيش زي امتحانات الثانويه العامه، يعني مش كل طلبه الاعداديه في مصر بيمتحنوا نفس الامتحان، لا هي بتختلف من محافظه الى اخرى. فعلشان لا ادي الموضوع اكبر من حجمه ولا اقلل من حجمه، هل الموضوع خطير؟ طبعا خطير، لانه ده معناه ان مفيش تدقيق حقيقي في التفتيش ساعه دخول اللجان، ده معناه انه قد يكون بعضهم غض الطرف مطنش وفوت مثلا، او انه في الواقعة دي بالتحديد او في بعض هذه الوقائع انه والله يعني مشيت عدت خلاص وقتعدش كده تاني. طب حاضر، طب حاضر، بتحصل يعني بطبط القلب كده وبالمحبة والحب بتحصل. انا اتمنى انها ما تحصلش، اتمنى انها ما تحصلش حتى لا تتفاقم فتصبح ظاهرة، لانها ان انتشرت أصبحت ظاهرة، وإن أصبحت ظاهرة إحنا هنا بنتكلم على بقى عدم تكافؤ فرص، وإنه طلبة بتتظلم بسبب غش بيعملوا طلبة تانيين. متخيل يعني إيه الحاجة تتحط على تليجرام؟ وأنت فاكر هو لما يحطها على تليجرام وبيحطها لإيه؟ ده بيحطها للطلبة التانيين اللي حواليه في اللجان، يعني في نفس ذات المحافظة. ده معناها إنه طلبة كتير داخلين اللجنة بالتليفون وعاملين أكاونتس على تليجرام علشان يبصوا يلاقوا الأجوبة ويقعدوا تك 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 شغال، ومش بعتها للشهرة يعني، هو بعتها عشان العيال تشوفها، وده معناه انه عنده يقين ان في طلبة كتير داخلين بتليفوناته بس. طيب تعال نروح لطلب احاطة، وهذا الطلب بشأن الاجراءات اللي بتاخدها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة. بصوا يا جماعة، الدواء بيمر بمراحل كتير، منها مرحلة طبعا البحث وما إلى ذلك، ثم التصنيع، ومن التصنيع إلى إيه؟ المخازن. طيب السؤال بقى، إيه اللي بيحصل؟ ويا ترى يا هل ترى هنحوكم هذا الموضوع إزاي عشان أبقى ضامن 100% أن مفيش دواء يخش على الصيدلية غير وهو دواء معتمد من الهيئات ومن الرقابة المصرية؟ معانا على التليفون دكتور أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، إزاي حضرتك يا سيادة النائبة؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طلب الإحاطة اللي معمول علشان الحكومة يعني تمارس رقابة شديدة صارمة على سوق الدواء، عايز أعرف لاحظت إيه الأول قبل طلب الإحاطة ومن ثم كان هذا الطلب؟ لاحظت يا فندم إن في السوشيال ميديا ومواقع وعلى قنوات معينة إعلانات واهية بتيجي أدوية مش بدون ترخيص، وبيقول لك انا مثلا هخسسك 30 كيلو ويبقى دي معموله ادويه تحت السلم ملهاش اي ماده من وزاره الصحه ولا حاجه، فلازم يكون هناك تشديد في الرقابه على هذه الادويه ومنعها من السوشيال ميديا، لان دي متاجره بصحه المواطنين وبيصدقوها الناس وبيشتروا يا حرام، ويعني اللي هو متاجره بالصحه. يعني انا مش مستوعبه ان الاعلانات دي لسه موجوده لغايه هنا، لابد ان هي تمنع. وكمان هناك بيان من هيئه الدواء المصريه منشور بتاريخ 19/1/2024 ان هناك ثلاث ادويه مغشوشه ميجر، ادويه مهمه جدا في سوق الدواء المصري. فطبعا المواطنين اثار قلق كبير بين المواطنين، والادويه دي بتستخدم في علاج العيون والربو الشعبي والمسالك البوليه والاذن الوسطى. فطبعا انا يعني لازم كنت اعمل طلب احاطه احيط الحكومه ان هي لابد من تشديد الرقابه على 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 الصيادله وعلى وعلى المواد الغير مطابقه للمواصفات، دي اساسا ادويه مغشوشه. ف ولازم التصدي والرقابه على مخازن الادويه كمان وحسم القصه من حفظافرها. يعني دلوقتي يعني ثلاث ادويه فندم ولازم اعلن عن الناس، ولازم الناس كمان يعني اناشد المواطنين ان هم ما يسمعوش الاعلانات الواهيه اللي جايه من معاهد الصحه اللي بيعملوا الادويه، يعني اللي هي بتبقى جايه من دير السلم، يعني الادويه مش موجوده في مصر. انا بحترم كمان الشركات اللي بتقفل
اول ما يكون ما فيش مثلا عشان الازمه الماده الفعاله مش هيقدروا يجيبوها او يقدروا المواد الخام يستوردوها، في مصانع قفلت ادويه احترمها عشان ما بتتجرش بصحه المواطن الغلبان، ولكن الادويه المغشوشه لابد من التصدي لها ولابد من الرقابه. الادويه المغشوشه دي يا دكتور امل معموله على رايك كده من تحت اللي بنسميها تحت بير السلم ولا بعضها ايضا مستورد؟ مستورد ممكن يكون بشكل غير قانوني يعني. السلم يا فندم للاسف تحت بير السلم. طيب انا هستاذنك يا دكتور امل، احنا معانا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه في اتحاد الغرف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف بالصحه. اهلا بحضرتك. طيب وحدك بالصحه والسلامه وسنه سعيده علينا جميعا، وبالمناسبه عيد غطاس وكلنا طيبين. عايز ارجع على الطلب الاحاطه اللي مقدماه سياده النائبه الدكتوره امل، وكنا بنتكلم دكتور امل سلامه، وكنا بنتكلم على مساله انه تم رصد ادويه من اللي معموله تحت بير السلم من شانها انها تهدد صحه بل وحياه المواطن. دكتور امل بتشدد على ضروره احكام الرقابه الصارمه على الأدوية اللي ممكن تكون بتوصل لحد الصيدليات أو بتوصل لأي شكل من أشكال المستهلكين في الحالة دي. تمام، احنا بادئ ذي بدء، احنا بس حابين نوضح حاجة للسادة المشاهدين انه الدواء المغشوش عالميا موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم موجود دواء مغشوش. منظمة الصحة العالمية الإحصائية اللي قايلاها على مستوى العالم يوجد بما يوازي 10% أدوية مغشوشة على مستوى العالم. في مصر لا يوجد إحصائية واضحة، ولكن لا يوجد رقابة على سوق دواء على مستوى العالم زي ما هو موجود في مصر. أنا بقول لحضرتك وأنا مسؤول على الكلام اللي أنا بقوله ومستعد أثبت الكلام ده عمليا، قطاع الدواء في مصر في إحكام رقابة شديد، مصانع، مخازن، صيدليات مركزي، وعلى مستوى المحافظات في رقابه، في رقابه من هيئه الدواء، في رقابه من جهاز حمايه المستهلك، وفي رقابه من مباحث التموين. يعني اصل التصريح قوي يا دكتور، التصريح قوي انه ما فيش حته في العالم عندها احكام في رقابه على الادويه زي مصر. زي مصر يعني ولا النرويج مثلا، انا بحب النرويج او علبه بتتصنع في مصنع جوه مصر الا لما هيئه الدواء عارفه بتصنع امتى وعارفه بيتصنع ازاي ومثبت في مصانع. عندنا 180 مصنع تحت رقابه صارمه في مصر، كل اسبوع المفتش بيروح يحضر افراج او تحليل او تصنيع منتج. وعلى فكره في العالم بره ما بيحصلش الكلام ده، احنا في مصر كده لضغط ايقاع السوق. كون ان في ادويه مغشوشه ده وارد زيها زي اي دوله في العالم. القصه هنا في نهايه الدواء بترصد، واحنا في المستوى الثالث بالنسبه لل WHO منظمه الصحه العالميه، اعلى مستوى مستوى العالم 4، احنا في المستوى الثالث، ولابد والزاما ان احنا نعلن ونقول الادويه المغشوشه علشان الساده الاطباء والصيادله والمواطنين يبقى عندهم وعي. في تعاون كبير ما بين لجنة الموزعين بشعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، احنا تابعين لوزارة التجارة والصناعة، وفي لجنة متخصصة للموزعين، كان في اجتماع مشترك مع هيئة الدواء مع التفتيش، وفي تتبع مسبق لو أي حاجة ظهرت غير مظبوطة في السوق بيتم إبلاغ التفتيش وبيتم التعامل معها. في مضاد حيوي من ضمن المضادات الحيوية اللي تم الإعلان عنها اللجنة اكتشفتها قبل نزولها السوق، وده نوع من أنواع التعاون، بنحاول إن احنا نقلل أي مشاكل تحصل في السوق. الدواء المغشوش دي ظاهرة عالمية، هيئة الدواء يعني ملزمة إن هي تضبط إيقاع السوق فيه. فعادي حضرتك لابد ان في منشور ينزل، ولابد في مين توعيه، ولابد ان احنا الناس تبقى واخده بالها من الاطباء والصيادله بالنسبه للجزئيه دي. طيب انا هستاذنك عايزين نسمع برضو دكتور امل سلامه سياده النائبه تقول لنا رايك ايه يا دكتوره. طيب يا فندم، هو البيان جاي من هيئه الدواء المصريه ومنشور بتاريخ 19/1/2024، فانا احب انبه
المواطنين اسماء الادويه المحظوره اللي هي طلعت ان هي مغشوشه، دواء بروزولين اللي هو لعلاج التهابات العين، الدواء وهو الدواء بنتال كومبوزيتنج انهيلر وهو علاج مخصوص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير مخصص للاطفال، الدواء الثالث يا فندم دواء سوبر اكس 100 ملي جرام. طب اذا سمحتي لي اقطع حضرتك استاذه نائب، ده معناه انه كده في رقابه، يعني ده معناه انه الهيئه اذا كانت هي اللي نشرت المنشور ده. طبعا في حاجات ثانيه يا فندم بتوصل للمواطنين مش عن طريق الصيدليات، كمان عن طريق السوشيال ميديا والاعلانات والمواقع اللي هي الغير مرخصه، الادويه الغير مرخصه، ويطلعوا يخلوا ناس غلبانه تقول اه انا مفاصلي بقت كويسه وطلعت كويسه بالدهان مش عارفه فلان الايه مش عارفه ايه. احنا عايزين نمنع المتاجرة بصحة المواطنين عن طريق الإعلانات والأدوية المغشوشة. يعني الإعلانات اللي بتطلع على بعض القنوات اللي احنا برضو بنسميها قنوات تحت السلم وصفحات التواصل الاجتماعي. طب هستأذنك دكتور أمل نعود في النقطة دي أيضا لدكتور علي عوف، تفضل يا فندم. أولا أنا بشكر الدكتور أمل على الملحوظة المهمة جدا دي، وفعلا فعلا صفحات التواصل الاجتماعي دي الناس بتتشد وبتشتري اونلاين سواء مكملات غذائيه او مستحضرات تجميل او ادويه وبخصومات وكده، الكلام ده كله يعني بتبقى حاجات مجهوله المصدر ومعموله تحت بير سلم ونصب، وبتؤدي الى مشاكل صحيه. في منها مثلا حد كان استخدم حاجه لكريم للشعر لتقوية الشعر سقط الشعر، خلاص في حاجات بتأثر على المخ على القلب على الكلى، فاحنا بنحذر السادة المواطنين من التعامل مع الفيسبوك ومع الشراء الأونلاين، لابد من التعامل مع المؤسسات الصيدلانية المرخصة تحت رقابة الدولة. طب هل في آلية يا دكتور ان احنا نقدر نتتبع بها الصفحات دي ونجيب القائمين عليها وبالتالي يعني ينالوا جزاؤهم العادل امام المحاكم المصرية؟ انا يعني هستأذن حضرتك تعمل حالة مخصوص وتدعو فيها هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومباحث الانترنت، هتلاقي حضرتك هذه الجهات عندها تتبع وفي عمل مشترك بينهم لضبط هذه المواقع. حضرتك تعمل حلقة الناس تقول بالضبط هي بتعمل ايه وتوعي الناس وكيفية رصد هذه الأماكن. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، أيضا أشكرك جدا دكتور أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. بصوا يا جماعة، واحنا صغيرين كده كنا بنشوف فيلم ابيض واسود قبل ما احنا نتولد اصلا، فيلم عماد حمدي الشهير جدا، الى احمد ابراهيم القاتل بدير النحاس، الدواء فيه سم قاتل. تخيل طلعوا في الاذاعه قال لك من حكندار العاصمه الى احمد ابراهيم القاتل بدير النحاس، كان حتى في بنت صغيره كده انت ساكنه فين يا شاطره؟ قلت لهم مصر عتيقه. انا فاكر الفيلم ده، كنت بحب الفيلم ده جدا مش عارف ليه بس كنت بحبه جدا جدا يعني. المهم الدواء فيه سم قاتل. انا ليه بقول لك الحكايه دي؟ بقول لك الحكايه دي علشان انه كل الدنيا اصبحت عارفه انه مفيش حاجه اسمها ان انا اشتري دواء من على فيسبوك، ما اشتريش دواء من على انستجرام، ما اشتريش دواء من على تليجرام، ما اشتريش دواء من على تويتر، ما اشتريش دواء من على مش عارف ايا كان. الدواء مكانه ان انا اروح الصيدليه اطلع الروشتة اتفضل انا عايز الدواء. طب اذا كان مستحضرا تجميليا كريمات مش عارف ايه الحاجات برضو تروح صح، مش الناس تروح تشتريها من مكان معتمد؟ يعني في متاجر بتبقى مشهورة جدا بتاعت مواد التجميل ومستحضرات التجميل ومش عارف ايه، وفي ايضا صيدليات بتبقى معروفة انها بتجيب الماركات الكويسة الصحية اللي معمولة بشكل سليم من المصانع المعتمدة اللي واخدة التراخيص اللي معمولة عليها الدراسات، عشان حضرتك ما يجيلكيش حساسية، عشان حضرتك ما تحطش كريم يجيب لك بعد كده سعلبة ولا مش عارف يحصل لك ايه وبتاع. ليه؟ الغرابة، كل الغرابة، خد بالك بقى، انه بني ادم ياخد بعضه ويروح يشتري دواء من جهه ما يعرفهاش غير معلومه المصدر، ما
انتش عارف ده اصلها ولا فصلها ايه، وتشتري الدواء وبعدين يجيبوا لك واحد لحد باب بيتك وانت فرحان، وياخد منك الفلوس وانت فرحان، وتحط كريم وتقعد يتلغمطي في وشك، وفي الاخر خالص وشها يضرب ويورم وعينها تروح وبتاع. الله 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 الله. طب هل دي وقعة ولا اتنين ولا تلاتة؟ عشرات. ما تعلمناش خالص. ده شيء غريب، شيء غريب. اهي دي بالذات بقى سلوك مواطن. دي بالذات هتيجي تقولي ما هو يا يوسف لازم الدولة، صح لازم الدولة تعمل، بس سؤال تاني هرجع اقولك، هو انت عاوز نمشي نلف على كل آبار السلالم في كل المباني في كل مكان؟ يا راجل ده في حتت ممكن يكون بيتعمل فيها هذه المستحضرات ولا الكريمات ولا المش عارف ايه، تتعمل في مكان لتربية المواشي اعزكم الله. ده فاكر مرة زمان زمان قريت عن واحدة اتقفشت بتعمل كريمات من يعني رمل وفضلات القطط، واتقفشت بس زمان جدا يعني، الكلام ده اظن كان زمان قوي، ده كان 2004 2005 حاجه كده. الله، فانت متخيل انك انت بتعمل كده في نفسك؟ شيء غريب. طيب تعال اروح لك بقى على استعدادات مبكره بالاوقاف لشهر رمضان الكريم، وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان، وخصوصا لا صحة لتحديد وقت معين ومحدد لصلاة التراويح. خلينا نفهم أكتر من دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بك دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب، واللهم بلغنا رمضان. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل سادة المشاهدين بكل خير، وكل عام ومصرنا العزيزة بخير وصحة وأمان. اللهم أمين. وربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أمين. قبل ما أروح للشائعات السخيفة، أنا ملاحظ أنه الأوقاف بتستعد من دلوقتي كأنه رمضان بكرة. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أؤكد مع حضرتك أستاذ يوسف أن احنا بالفعل بنستعد استعداد قوي جدا لشهر رمضان المبارك، وعلى الفور السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه باعداد فريق عمل برئاسه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني للاشراف على كل ما يلزم الاعداد والتجهيز لاحياء ايام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاه ودروس العلم ومقارئ القران الكريم، كمان بدايه من اول الاعداد الكامل لفرش المساجد والصيانه وكل هذه الامور التي يترتب عليها أن يكون المصلي يعني في جو روحاني مناسب وملائم لهذا الشهر الكريم. خليني برضو أؤكد لحضرتك حاجة، إن في توجيهات صدرت من القطاع الديني بالتنسيق لإعداد ملتقى الفكر الإسلامي. هيكون في كل محافظة يقام ملتقى الفكر الإسلامي، وهيكون في محافظة القاهرة طبعاً الملتقى الرئيس في مسجد مولانا الإمام الحسين بمشاركة كوكبة من أعضاء هيئة التدريس ومن دار الإفتاء ومن جامعة الأزهر ومن كبار العلماء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في منطقة الفكر الإسلامي. وبالمثل هيكون في كل محافظة، هيكون في المسجد الجامع، هيكون في منطقة الفكر الإسلامي أيضا. إلى جانب يا أستاذ يوسف هيكون عندنا مثل العام الماضي إحياء ليالي شهر رمضان في مسجد مولانا الإمام الحسين بحضور كوكبة من كبار القراء على نفس وعلى غرار التجربة اللي حصلت العام الماضي، وكان بتنقلها قناة الحياة مشكورة على الهواء مباشرة. حلو. برضو يعني أؤكد مع حضرتك إن وزارة الأوقاف عدت خطة قوية جدا مشتملة على دروس علم ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف لجميع أنشطة الوزارة في شهر رمضان، وده يهيئ أجواء التعبد في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل بإذن الله. واحنا كمان بنؤكد ان احنا في هذا الشهر الكريم وجهنا جميع الائمه على اهميه التخفيف على الناس، بحيث ما يكونش في اي مسجد من المساجد الا ويكون فيها تخفيف مراعاه لاصحاب الاعذار وكبار السن والاطفال. وكمان تم التوجيه لجميع المديريات باعداد المساجد اللي هيقام فيها
صلاة التهجد والاعتكاف، وده بيتم بمعرفة المدريات مناسبة لأن يكون الجو الروحاني مناسب للشهر الكريم، وكذلك أيضا لإقامة جميع الشعائر في أمان وسلام وطمأنينة. طب أنا عندي طلب ورجاء وأمنية وحلم، اللي عملته السنة اللي فاتت في مسجد سيدنا الحسين رائع، نفسي بقى نعمل إيه شبهه في كل محافظة في 27؟ يعني ألاقي مثلا إيه في مسجد مولانا سيدي أحمد البدوي، ألاقي حاجة كده سيدي عبد الرحيم القناوي، ألاقي حاجة كده عند سيدي المرسي أبو العباس وفرصة المرسي قدام الإمام البصيري، فهي ساحة واحدة يعني، ومش بس القاهرة واسكندرية وطنطا وجنة، لا أنا عارف إنها ميزانية بس الأوقاف أغنية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله ما لا حسد أهو. طلب حضرتك قيد التنفيذ، وبالفعل في خطة بيتم تنفيذها على غرار ما تم في مسجد مولانا الإمام الحسين في مسجد جامع في كل محافظة. الله أكبر. هيتم فيها ما يحدث في مسجد مولانا الإمام الحسين. أيوة فيكون كده. على غرار نفس ما يحدث في هذا المسجد يحدث في المسجد الجامع في كل محافظة. اللهم صلي على كامل النور. المساجد اللي حضرتك أشرت إليها دي هيكون فيها إن شاء الله نفس الفعاليات، نفس الفعاليات التي تقام في مسجد مولانا الإمام الحسين. أيوة أيوة فرحني اكتر، فرحني اكتر والله. اصل بص بص يا دكتور، يعني حضرتك سيد العارفين، هي ذكريات رمضان يا استاذ يوسف دي. والله دي بركات كده، والتجليات جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى بمناسبه الشهر الكريم. رب يا ربنا يبلغنا واياك، لا تكون دي ساعه الاستجابه. طب ندعي والنبي يا رب انت عالم باللي في قلوبنا، وربنا يعين علينا وعلى مصر وعلى المصريين وعلى الامه العربيه والاسلاميه وعلى البشريه جمعاء بالامان والسلم والسلام. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر لدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف. بصوا يا ساده، اللي عندي مش عند حد، مصر اللي عندها مش عند حد على الإطلاق، لا في المنطقة ولا برا المنطقة يعني، وده بكل حب، أنا بقولك ده بكل حب، اللي عندي مش عند حد. أضرب لك مثل مش صغير، مثل كبير. الرحمن، الله العظيم القدير، كل الأسماء الحسنى وكل أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي نعلمها والتي لا نعلمها تجلى على بقعة واحدة من بقاع الأرض إلا هنا. يا موسى اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، البقعة الوحيدة اللي تجلى عليها رب العزة سبحانه وتعالى. اللي عندي مش عند حد، أنا عندي وادي اسمه طوى، وادي مقدس، ربنا أمر نبيه سيدنا موسى اخلع نعليك، أنت في وادي مقدس ما ينفعش تمشي بالنعل. طيب خد بقى حاجات كتير، الأولياء والصالحين ونسل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي سابوا كل حتة في الدنيا وجم قعدوا عندنا هنا. فاللي عندي مش عند حد، واللي أعرف أعمله مهما أي حد عمل أي شيء مش هيعرف. هيجيبوا السيد البدوي؟ لا. عبد الرحيم القناوي؟ لا. سيدنا ومولانا أبو المرسي أبو العباس؟ طب الشاذلي؟ لا، مفيش عندنا. وكما جرت العادة، أنا عندي أكبر شركة للخدمات الإعلامية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، اسمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أطلقت هذه الشركة العملاقة فاعلية تحت عنوان صحتك مسؤوليتك. طبعا ده للعاملين أولا في الشركة، وبيجي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلونا نشوف هذا التقرير حول هذه الفاعلية، ونروح لفاصل ونرجع فورا فورا بعد الفاصل. أنا طولت لأنه هيبقى موجود أستاذنا أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور علي الدين هلال ينورنا في برنامج التاسعة. استنونا.
بحضور عدد كبير من القيادات والعاملين في مختلف القطاعات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلقت فاعلية الصحة الكاملة لمناقشة الصحة النفسية والذهنية والجسدية والروحية وأيضا المالية وكيفية تحقيق الأهداف في العام الجديد. ده في منتهى الأهمية، ده بيساعدك أن أنت تدي أقصى ما عندك، ده بيساعدك أن أنت تحارب الضغوط اللي عليك. الحقيقة أنا بشكر وايزلي ويلنس وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نكرر ده على مدار السنة بشكل مستمر. الصحة النفسية أو الصحة الجسدية أو العادات الطيبة اللي المفروض الواحد يتخذها، زي ما كان في بانل من شوية بيتكلم على صحتنا، علاقتنا بربنا، علاقتنا بجسمنا، علاقتنا بالأكل اللي بناكله، علاقتنا بالراحة بالنوم بكل الكلام ده، أعتقد أن ده كان إيفنت مهم قوي ان احنا نسمع فيه. ده في متحدث جاي من بره بيتكلم عن العالم شايف الدنيا دي ازاي. المؤتمر الذي شهد العديد من الجلسات اكد على ضروره الحد من تاثيرات الضغوطات الحياتيه باسبابها المتعدده، بما يحقق التكامل الصحي والاجاده في بيئه العمل. الايفنت طبعا انا بشكر الشركه المتحده وبشكر طبعا وايزدي على الايفنت الجميل ده ما شاء الله، والمشاركه الهائله. يعني وايزلي معروفة أنها بتهتم بجميع جوانب الويلنس بشكل عام. وجدنا أنه من الأفضل والأصح والأدق والأسرع أن احنا نعمل المؤتمر بتاع النهاردة، نعرفهم بكل الزوايا والمناحي اللي تؤثر عليهم سلبا لكي يتفادوها فيكونوا أصحاء بالتعريف الأشمل وليس البدني فقط. وبالنسبة للمؤتمر النهاردة، غرفة التجارة الكندية هي غرفة غير هادفة للربح، وأهمية اللقاء اليوم مع المتحدة وشركة ويزلي على أساس أن احنا بندي التدريب لكل أطياف الشركات والمؤسسات منهم المتحدة. وليه؟ عشان أن عايزين الموظفين يستفيدوا من عملية التدريب. مؤتمر الصحة الكاملة يأتي استكمالاً لعدة فعاليات تهتم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل الارتقاء بمستوى العاملين في مختلف القطاعات. أهلاً 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 بحضراتكم، وكل الترحيب كل الترحيب من العقل والقلب معا الحقيقة بدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية الشهير المعروف، أحد أروع وأكبر العقول السياسية في منطقة الشرق الأوسط، بل هذا الرجل الذي يؤخذ عنه في كثير من دول العالم مش بس في منطقتنا. منورنا يا دكتور. متشكر قوي قوي قوي، ربنا يخليك. انا بتشرف ان اكون معاك وفي القناه الاولى. ده شرف ليا انا. دكتور علي، عايز يمكن هبدا الاول اذا سمحت لي بسؤال عام استهلالا. نعم. كيف يرى دكتور علي الدين هلال عام 2024 من المنظور السياسي؟ شوف، سنه يعني تفجرت فيها، تتصاعد فيها أحداث وحروب وصراعات، أغلبها بدأ في أعوام 22 و23. يعني وفي وسط هذه الأحداث العالمية الكبرى، نقول مثلا الحرب الأوكرانية الروسية، نقول ازدياد موازنات الدفاع في أوروبا واليابان واستراليا، نقول التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمريكا، نقول مثلا استمرار العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا. إنما الشرق الأوسط يعني له حظ الأسد في المشكلات. يعني لما نبص كده النهاردة بشكل سريع جدا، الحروب والصراعات الموجودة، عندنا حرب متفجرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنا بتعمد أقول قطاع غزة والضفة الغربية، أشوف صراع في
سوريا والعراق اللي يطلق منهم صواريخ أو طائرات مسيرة ضد القواعد الأمريكية، في تصريح النهاردة 80 جندي وضابط أمريكي أصيبوا بجراح من جراء هذه. طب رد الفعل كان إيه؟ قيام أمريكا بإطلاق صواريخ على عدد من القواعد العسكرية في بغداد. بعدين عندنا نشوف بقى حضرتك داخلية في الشرق الأوسط، هتجد حضرتك قيام إيران بضرب إيه؟ باكستان، ورد باكستان عليها، ورغبة الطرفين في لملمة الموضوع بأسرع وقت، وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بعد أن هم كانوا قطعوها من جانب باكستان، سحبت السفير من عدة أيام. إيران بتضرب أربيل بدعوة إنها بتضرب مركز تجسس إسرائيل. وبعدين العراق يحصل فيها تغير غريب جدا، يعني أول وتاني يوم العراق تتقدم بشكوى، الحكومة العراقية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إيران، يعني أن ما حدث هو اعتداء على السيادة العراقية. بعدها يحدث تراجع في الخطاب السياسي العراقي، ونجد امبارح وزير الدفاع ولا يقول لا، وزير لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالمفاوضات بيننا وبين إيران. تركيا بتضرب عسكريا في العراق وفي سوريا. بعد كده نبص على إسرائيل، ومش بس الضفة الغربية وغزة، لبنان، جنوب لبنان وسوريا. وفي الأسبوع الأخير سياسة الاغتيالات المنظمة. ويعني طبعا عايز أقول واضح أن في خرق أمني كبير عند إيران، سواء إيران في عند حزب الله أو إيران في دمشق، لأن واضح أن إسرائيل بيبقى عندها معلومة. يعني امبارح بتضرب سيارة ماشية بتضربها، أو في وسط شارع بحاله مبنى معين يطلع عليه 8 صواريخ يهدوا المبنى. فإذا هو مش ضرب كده عشوائي، وبتكتشف بعد كده أنه المبنى ده كان فيه ناس معينين، أو السيارة دي كان فيها ناس معينين، أو لما ضرب الشيخ صالح نائب رئيس الدائرة السياسية الحماس هي عمارة، الصاروخ رشق في شقة معينة. فلما اشوف الصورة أستاذ يوسف العمارة قائمة زي ما هي، ده استهداف مباشر مش عشوائي، ده مبني على معلومات دقيقة. وأعتقد يعني ده موضوع لابد الأجهزة المسؤولة في سواء في حزب الله في إيران في بتشوف إيه اللي حصل، يعني إزاي، لأنه طبعا الناس اللي بيستهدفوا دول عاملين إجراءات أمنية مشددة، أو مفروض نيجي ننقل حضرتك بقى على الجنوب في البحر الأحمر واللي الحوثيين بيعملوه وردود الفعل المختلفة، وإن إعلان أمريكا الحوثيين جماعة إرهابية، منطقة تتلاحق فيها الأحداث تكثر فيها الأزمات، وحتى الآن بتتصاعد بشكل بطيء، إنما إمكانية أنها تتدحرج إلى حرب إقليمية قائم. كل القوى الإقليمية بتتحاشاه باستثناء إسرائيل. إسرائيل هي التي تريد أن تحدث حرب إقليمية، تدها في اتجاه التصعيد المستمر. إيران وحزب الله يعني لغاية دلوقتي كذا مرة إيران تقول وسوف نرد في الوقت المناسب. الشيخ حسن نصر الله لا كلامه منضبط جدا، ويقول لن نكون البادئين بحرب شاملة، لن نكون البادئين بكذا. وبعدين يقول بقى أما إذا اختار الطرف الآخر
فنحن مستعدون. فيعني تخش بقى بقى حاجات كده في وسط السكه مش عارف اثيوبيا تعمل اتفاقيه مع ارض اقليم الصومال وتعمل دربكه شويه توتر. طب مصر بتتعامل معاه؟ يمكن محدش خد باله ان من يوم ما بلينكن جه مصر هنا الوزير سامح شكري ما كانش موجود. كان في اريتريا. صح. من غير بقى مش غير ذكاء من غير معلومات كان لابد بيناقش بيطوروا موقف مشترك الى اخره. ثم زياره رئيس الصومال الى مصر وحديث الرئيس الواضح يعني. والرئيس يعني كان يعني كلامه برضه منضبط. يعني لم يترك اولا كلام مصر لا تسعى لا لتهديد حد ولا لتخويف حد، نحن نسعى للتعاون مع كل الناس. وفي نفس الوقت لم تسمح باي شكل من اشكال الاعتداء. لا نسمح باي شكل من اشكال كذا. لما قال بقى بنطور علاقاتنا مع الصومال الشقيق في الموضوعات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه والعسكريه. بس خلاص. لا لا يعني ما تركش ده غامض. اقتصادي سياسي امني عسكري. وبعدين بقى قال كده حاجه بقى تترك ان قال ما نقدرش نقف صامتين انما يطلب منا. فده معناه ان الرئيس الصومالي دوله الصومال طلبت من مصر دعم و مسانده. ما اعتقدش بقى ان احنا وظيفتنا نتكلم على ايه اشكال هذه المساعده او المسانده. احنا نسينا نتكلم، انت قلت لي في الاول السودان. والسودان برضو منطقه صراع ممتد. الشيء الجديد انه يعني كده اخر اسبوعين ثلاثه يعني هناك طرح لرئيس قوات الردع الدعم السريع عثمان محمد دقلب طرح شخصية سياسية إقليمية. فبنجد أنه عمل زيارات لعدد من دول إفريقية وراح لإثيوبيا واجتمع مع هناك مع وفد من رؤساء الأحزاب السودانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء السوداني السابق يعني. وبيتكلموا وطارح نفسه كرجل سلام. بعد كده كنت بشوف له من امبارح حوار طويل على قناة سكاي نيوز عربية. وطارح لا في بيعد كأنه شخصية مش بس شخصية عسكرية أو رجل ميليشيات أو كده، شخصية سياسية لها آراء سياسية وهيبقى شريك في مستقبل السودان. طبعا الى جانب بقى المشاكل المزمنه بقى الـ يعني ان عندك خلاف مغربي جزائري بوليزاريو، عندك طبعا ليبيا حاله عدم استقرار، حاله عدم استقرار. فمنطقه حبلى بالازمات والصراعات والحروب. طيب أنا هستأذن حضرتك يا دكتور، هطلع لفاصل قصير وهرجع يمكن مصطلح حضرتك استخدمته قبل ما ادخل الحلقة على طول، قلت هذه الصراعات تدار. طيب عايز أشوف أنا آسف أفهم كيفية إدارة هذه الصراعات حتى لا تتطور كرة الثلج فتذهب إلى حرب إقليمية شاملة، ولا أعتقد أنه حد يريد ذلك من الإقليم، ويمكن زي ما قال دكتور علي الدين هلال سوى الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة إسرائيل. استنونا بعد الفاصل. كل الترحيب بأستاذ الأساتذة، أستاذنا الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية. وهرجع على يمكن بالتحديد في الصراع
اللي بواقعية أحداثه بيفرض نفسه على المشهد العالمي، ألا وهو الصراع الصهيوني أو العربي الصهيوني في المنطقة، وتحديدا هذه الجولة الأخيرة واللي بدأت من يوم 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة. هاخد ده وكأنه مدخل لكيفية إدارة الصراعات في المنطقة حتى لا يتحول الأمر لحرب إقليمية شاملة. شوف، أي صراع في الدنيا وبالذات في المرحلة الحالية له أطراف داخلية مباشرة، هنقول مثلا في الحالة بتاعتنا دي إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية. حلو. في أطراف إقليمية مساندة لهذا الطرف أو ذاك، ثم في أطراف دولية ممكن يبقى لها هي دور المتحكم. ليه بقول كده؟ يعني ناخد أي صراع، لو كان صراع عسكري في فلوس، في ذخائر، في سلاح. يعني حد يقول لي الحرب اللي في السودان من يوم 15 إبريل 2023، مين بيدفع مرتبات الجنود على الطرفين؟ الذخائر. إذن هي مش بس صراع بين أطراف داخلية، في أطراف إقليمية ودولية بتزود. إسرائيل ما كان يمكن لها أن تستمر في الحرب لولا ذخائر وأسلحة. طبعا نفس الشيء أوكرانيا. إذن أنت عندك أطراف بيبقى لها مصلحة في استمرار الصراع. عشان كده بيتقال انه يعني اسرائيل تدير الصراع ولا تسعى لحل الصراع. حل الصراع معناه البحث عن حلول سياسيه مقبوله لاطرافه. بعدين نفتكر كلنا استاذ يوسف انه احنا من سنه 1917 في هذا الحرب، يعني كان في بسبب ثورة البراق، كل حوادث واضطرابات البراق 28، عندنا ثورة 36، عندنا حرب 47 48، عندنا بقى نضال الفلسطينيين على مدى السنين دي كلها. أو دي إدارة الصراع، إنك تحصل انفجار، عندك الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية، تعمل إجراءات تهدئة وتطمين، لكن مش إجراءات حل. الحل هو إعطاء الحقوق القومية المشروعة للفلسطينيين، اللي هي دلوقتي بتعبير الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود المحتلة من يونيو 67 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. في ده يعني السياسة هي اللي توفر الأمن. عمر ما الانتصار العسكري في حد ذاته أو القوة العسكرية لوحدها توفر الأمن. يعني في التعريف القديم قوي، الحرب هي استمرار للسياسة والدبلوماسية، ولكن بطرق أخرى. الحرب لا تشن كهدف في حد ذاته، إنما الحرب تشن لخلق مناخ سياسي يسمح بالحل. فالحرب هي المدخل للتفاوض. مظبوط كده. والحرب اذا اتفهمت زي حرب 73 غيرت المعادله العسكريه والمعادله السياسيه والمعادله النفسيه، سمحت للاطراف مع وجود وسطاء ان هم يقعدوا يتكلموا يتفاوضوا يوصلوا لحل. يعني يمكن الشيء الايجابي الرئيسي مما حدث في الاحداث الاخيره دي، طبعا في اشياء ايجابيه كثيره وفي اشياء ماساويه كثيره، لكن الشيء الايجابي مثلا اولا قدره المقاومه على الصمود. النهارده احنا اليوم 106 107 وحتى النهارده رشقات صاروخيه من قطاع غزه، وحتى الان حتى في الشمال التي ادعت اسرائيل انها سيطرت عليه ما زال هناك اعمال مقاومه. والنهارده
يعني اتقال اسرائيل هتسحب بعض جيوشها، اسرائيل دخلت المرحله الثالثه اللي هتخف في حده القتال، ما حصلش، بل بالعكس النهارده برضو كان في تصريح لوزير الدفاع بتاعهم ان هتشتد الغارات الجويه في خان يونس. فالايجابيه الثانيه الجباره اعاده قضيه فلسطين على جدول اعمال العرب والعالم. طب هل يا دكتور اقدر اوصف هذه الحرب الدائره حاليا بانها حرب اللا خاسر اللا رابح اللا مهزوم اللا منتصر؟ الارجح تنتهي بهذا الشكل. يعني بتعرف ده تعبير عند اللبنانيين، يعني يعني لا 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 كاسب ولا مهزوم يعني. واللي هو يتقال بالانجليزي سامح لك وين وين. يعني عايز اخرج. ما هو لما بيحصل حرب وطرف ينتصر على الطرف الثاني باكتساح، المنتصر في هذه الحاله لم يعد لديه سبب للتفاوض، او اذا تفاوض ما تبقاش مفاوضه، هي فرض شروط الاستسلام. ده اللي حدث بين امريكا والمانيا وبين امريكا واليابان سنه 45، زي ما حصل في نهايه الحرب العالميه الاولى. مظبوط كده، ان هو املوا شروطهم على المانيا. بالظبط كده، وعلى الدوله العثمانيه وفككوها وبهدلوها يعني، وعلى الامبراطوريه النمساويه المجريه الى اخره. فدي انا عايز اقول بقى حاجه، لما انت بتملي شروطك اذا لم تكن شروطا عادله انت بتضع البذور للحرب القادمه، وده اللي حصل. هتلر ما جاش الحكم انقلاب، هتلر جاء في انتخابات شعبيه حره عام 1933 حتى اصبح مستشار الماني. مظبوط كده، خلاص بقى لما وصل للحكم راح حارق البرلمان وكذا 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 وكذا. انما انت لم املاء الشروط هو غرس للكراهيه وللحقد لدى الاجيال الجديده، وده اللي حصل على مدى التاريخ. ما انت اسرائيل بعيدا انتصرت في حرب 47-48 لاسباب مش هنخش في تفاصيلها، انما انتصرت وفرضت وجودها وتوسعت في الاراضي اللي كانت مخصصه ليها. كان مخصص لها يا استاذ يوسف حسب قرار التقسيم حوالي 54% من ارض فلسطين. الحرب انتهت وهي مسيطره على 78% من ارض فلسطين. يعني انتصرت، مفيش كلام في هذا، اصبح في فرض امر واقع إيه؟ ودخلت الامم المتحده الى اخره. طب هل ادى هذا الى انتهاء الصراع؟ لا، الصراع خمد. بعد كده مجموعه فلسطين كانوا عايشين في الكويت بداوا يتكلموا على انشاء فتح. وفي سنه 67 68 68 68 بعد الحرب 67 ظهرت فتح وعملت اول عمليه كبيره لها كانت الكرامه. لما رفعوا علم فلسطين على احدى الاماكن. طب اخمدتها او سكتت، طب حصل ايه بعد كده؟ حصل حرب 73، حصل بعد كده الانتفاضات المختلفه. يعني لا يمكن للجيوش ان تفرض سلاما غير عادل. طيب هروح للفصل الاخير وهرجع مره تانية، لانه هنا ده بقى اللي هياخدني. إذ لم ينتهي الصراع وتمت ادارته، هل ده من شأنه انه يخمد الصراعات الاخرى في المنطقة؟ يعني كان زمان يتقال لنا انه هذا الصراع هو البؤرة الرئيسية لاشتعال كل اشكال الحروب والنزاعات الموجودة في المنطقة، فلو اخمد هذا الصراع او تمت ادارته بشكل اكثر حكمة، هل ده هيهدي المنطقة ولا تظل المنطقة طول الوقت على حافة هوية، يعني مدفوعة دفعا على هوية زي ما هو حصل في السودان، حصل في سوريا، حصل الان في اليمن، حصل في ليبيا الى اخره. فاصل ونكمل الكلام.
وصدمني عطية مخرجنا العظيم بأن فاضل لي 6 دقائق فهستثمرهم الاستثمار الأمثل. هبدأ بالسؤال اللي كنت بقوله فورا يا فندم قبل الفاصل، ألا وهو هل إدارة هذا الصراع حتى يصل إلى شكل من أشكال الهدوء النسبي من شأنه أنه يخمد صراعات أخرى في المنطقة أو يهدئ أيضا من الصراعات الموجودة في المنطقة؟ باليقين نعم، لأنه الصراع دوت أولا له قيمة، صراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني إيه الفرق بينه مثلا السودان أو أي حاجة تانية؟ إنه أولا له قيمة تاريخية، أجيال كاملة من العرب والمسلمين نشأوا على إن التعبير الأثير القضية الفلسطينية هي القضية المركزية إلى آخره والقضية الرئيسية. اتنين المسجد الأقصى ففيها رمزية دينية حول الصلاة والأشياء إلى هذا القبيل. طبعا إيه لما بتشتعل هذه القضية بيحصل تدخلات، أولا بيتيح لإيران فرصة دور أكبر في كل شؤون المنطقة، ثم الأحزاب والحركات المدعمة لإيران، حزب الله، القوات الحشد إلى آخره، في الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، كل دول بياخدوا مساحة أكبر من الجغرافيا السياسية ومن الجيوبوليتكس المنطقة للأضرار يعملوها. إذا تشتعل صراعات جانبية بدعوى مساندة القضية الفلسطينية. لما تبقى هذه القضية في طريقها إلى الحل، وأنا قلت الحل الوحيد حل سياسي الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ومن حقنا جميعا إن احنا نضمن إن إسرائيل وفلسطين بيعيشوا في سلام، إن لا تشكل أي من الدولتين خطر أو تهديد عليهم. الكلام بتاع إسرائيل، كلام نتنياهو إن لابد من السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وغزة، كلام غير مقبول، كلام يؤدي إلى استمرار الصراع. تهدئة الصراع يكون في التعايش، السلام العادل. ألا يوجد مستقبل لهدنة ولو قصيرة ما بين الطرفين؟ لا، في الأجل القصير لا. يعني هو النهاردة برضو أو امبارح نتنياهو أعلن نرفض شروط حماس للهدنة أو لوقت الأخير معاش. ليه بقى؟ أنا مش عايز أقول هدواتي حماس تعلم هو الـ 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 الإسرائيليين بيقولوا إيه؟ طلعوا لنا الناس اللي عندكم. حماس تعلم إن هي لو أفرجت عن كل الناس اللي عندها هيتم دك غزة، دك غزة باللي فيها باللي فوق باللي تحت إلى آخره، وإن إسرائيل لا تمارس كل أساليب العنف بتاعتها خوفا على حياة الناس دول، ورغم هذا قتلوا بعضهم عن طريق الخطأ أو عن طريق التهور لبعض الجنود أو شيء من هذا القبيل. ف يعني الموضوع تشابك دلوقتي في تفاصيل كتيرة بقى، لكن الإجابة على سؤال حضرتك واللي يدل على هذا، كان في وساطة مصرية قطرية، كان في جهود قطرية مستقلة وفي جهود مصرية مستقلة، كلها بتوصل لنقطة بتقف. يعني المساحة النهاردة بين حماس وإسرائيل بقت واسعة جدا، إن في الحقيقة الوسيط لازم يشتغل على حد أدنى من المصالح المشتركة من الطرفين. يعني الهدنة الأولى كان في مصلحة لحماس فيها وفي مصلحة لإسرائيل فيها، ده الأصول والمصالح المشتركة. ومن ثم الوسيط يقدر يبني، الوسيط يروح يتكلم معاك ويسمعك كويس، يروح يتكلم الطرف الثاني ويسمعه كويس، من السماع كويس ده يقول ادي مساحه مشتركه صحيح، ويبدا يشتغل عليها ويوسعها ويطمن ده ويطمن ده، لان طبعا لا توجد ثقه باي شكل من الاشكال يعني. فبرضه فكره بناء الثقه بالحد الادنى اللي يسمح به التعاون في قضايا معينه، زي اللي حصل مؤخرا في صفقة كانت قطر وفرنسا عملتها بشأن الدواء، توصيل الدواء للإسرائيل للجنود المحتجزين مقابل كميات من الدواء تخش قطاع غزة ككل. البحث عن القواسم المشتركة، المصالح المشتركة.
دكتور الوقت اللي بينتهي، أنا بقى فعلا لو كان الوقت رجلا لقتلته وأنهيت حياته تماما، إلا أنه يعني أنا لا أستطيع وصف سعادتي ولا امتناني بقبول الدعوة. أشكرك جدا حضرتك قبلت دعوتنا وديت لنا وقتك وأخرناك وسهرناك يا دكتور، نورتني وشرفتني وأسعدتني وأفدتني بشكل مباشر وشخصي، كما أفدت بالتأكيد ملايين المشاهدين، ولعلها إضاءات لخلق مساحات مشتركة قد نستطيع بها إدارة الصراع الراهن وصولا إلى تهدئة المنطقة وحله. أشكرك جدا 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 دكتور علي، ألف شكر يا فندم. كل الشكر للدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أحد زي ما بقولك دايما أبرع العقول السياسية. دكتور علي الدين هلال لا يحتاج مني أي شهادة على الإطلاق أو إسهاب في الوصف، لأنه كلنا دائما ممتنين يعني لدكتور. ألف شكر لك يا دكتور علي. وبالمناسبة دكتور علي ما يعرفش اللي أنا هقوله دلوقتي ده، أنا كنت بقول أنه لازم تراجعوا تجربة دكتور علي الدين هلال في مطلع التسعينيات عندما كان عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكان في تجربة عظيمة أشرف وقام بها أو قام عليها الدكتور علي الدين هلال، وهي كانت مؤتمر اللي استضافته مصر ICPD سنة 1994. دكتور علي الدين هلال كان هو العقل الفاعل والحقيقي لاكتشاف مجموعة من الشبان، يعني ما أقولكوش على الأسماء، والله الأسماء دي النهاردة سفراء كبار ومستشارين تجاريين واقتصاديين كبار مليين العالم. أنا بس مش هينفع أقول الأسماء، ما يعني عشان ما استأذنتهمش ليس إلا، لكن كلنا بالمناسبة لدينا هذا الفخر إن إحنا تتلمذنا وتدربنا على يد الدكتور. كل شكر ليك يا فندم، ألف شكر. شكرا لحضرتك، شكرا ليكم على حسن المتابعة يا سادة كرام. آسف إن الوقت خلص، وكنا نتمنى نقعد مع دكتور علي الدين هلال أكتر من كده، حالا يكون موجود معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كان لنا العمر إن شاء الله نقابلكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.